اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كنا بنتكلم في اول الحلقه عن قطار الخير في بني سويف، وبني سويف جزء من صعيد مصر، صعيد مصر اللي على مر التاريخ انجب لمصر الكثير من العباقره في كل المجالات، في العلم والدين والسياسه والعسكريه والتصوف، كل يعني هذه الاسماء الكبيره اللي خرجت من الصعيد بتؤكد اهميه هذا الجزء من بلدنا، هذا الجزء الغالي علينا جدا، هيفضل مولد للكثير من العباقرة مهما كان على يعني مر سنين كتير كان مهمل، وكانت الأوضاع هناك متردية والخدمات هناك خدمات يمكن قليلة، ويمكن كان أماكن كتير معدومة أصلا الخدمات الأولية البسيطة للناس، وكل اللي كان بينزل وبيشوف مع حياة كريمة إيه اللي بيحصل كان عارف الفرق قبل وبعد حياة كريمة في قرى ونجوع الصعيد. والحقيقة أنه ده مهم جدا أن احنا نشوف اللي حصل في الصعيد خلال العشر سنين اللي فاتت، والتطور الكبير اللي حصل في محافظات الصعيد، واللي يمكن حتى أهالينا في الصعيد وبالحديث معاهم هم نفسهم ما كانوش متخيلين ده يحصل. عدد الجامعات اللي اتفتح، عدد المدن الجديدة اللي اتعملت في ظهير كل هذه المحافظات، التنمية اللي يمكن حصلت بشكل شامل ومتكامل في أصعد عدة الحقيقة في كل محافظات الصعيد. يمكن لازم نتوقف ونشوف اللي تم إنجازه في هذه السنين، ونشوف لسه محتاجين إيه في الصعيد، وده مهم جدا. هنطرح كل ده ونفهم مع حضراتكم مع ضيفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو، دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ هدير، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. عايزه ابدا مع حضرتك بالعائد والفارق اللي احنا نحسه كدوله لما نشتغل في كل الاطراف وبكل الاطراف، الصعيد والقاهره والدلتا، وبين ان احنا نركز في حته واحده يكون فيها هي دي التنميه، يكون فيها هي دي المشروعات. طبعا هي عدالة التنمية ده شيء مهم جدا، وشيء يعني بنتابعه من توجيهات السيد الرئيس، بأن فكرة أن يكون هناك تنمية في منطقة دون الأخرى، الأمر ده يعني لم يعد خيارا للدولة المصرية. ما نقدرش نقول أن هناك منطقة ما فيها ثروات، لا، الثروات موجودة في كل مصر حتى عالميا. يعني لما بنشوف تجربة النمور الآسيوية بلاقي ان هم كانت كل الميزه النسبيه اللي عندهم كانت في العماله الرخيصه. النهارده لما بلاقي سينا فيها ميزه نسبيه، الساحل الشمالي الغربي فيها ميزه نسبيه، كل مكان في مصر فيه ميزه نسبيه، الصعيد مليء بالمزايا النسبيه التي تجعله مؤهلا لكي يحصل على حصته من التنميه، نظره الى ان الصعيد منطقه فقيره او لا تملك مؤهلات لعمليه التنميه، هذه النظره تم تجاوزها نهائيا بتوجيهات من السيد الرئيس الذي وجه بإعادة اكتشاف هذه المنطقة المهمة جدا من مصر، هذه المنطقة التي تم وضعها ليس فقط على خارطة التنمية المصرية، ولكن أتصور أنها تم وضعها على خارطة التنمية الإفريقية. فعندما نتحدث عن الربط المائي وتطوير المجرى الملاحي في نهر النيل الذي يعتبر جزء من ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، ده استحقاق مصري إفريقي بينعكس بالإيجاب على أهلنا في الصعيد. أيضا مشروع القاهرة كيب تاون البري اللي بنتابعه، وكيف أن الطريق الصعيد الغربي اللي تم تطويره وبنتابعه أصبح استكمالا ل ارتباطات مصر بمشروع القاهرة كيب تاون. إذن الصعيد أصبح على خارطة التنمية الإفريقية. الدولة المصرية لم تبخل على الصعيد، ضخت هناك استثمارات كبيرة جدا، لأن هو للمستثمرين ما كانتش بتروح الصعيد. طرق أول حاجة طبعا، بنية تحتية. أنا كمستثمر محتاج بنية تحتية، البنية التحتية القطاع الخاص ما بيشتغلش فيها. استثمارات بتكون ضخمة جدا. تابعنا كيف أن الدولة المصرية وفرت أشياء كثيرة. خلينا نقول أن الطاقة أول حاجة أنا محتاج عشان أبني مصنع، محتاج طاقة. أكبر محطة توليد طاقة كهربائية بالطاقة الشمسية في بنبان. محطة كهرباء بني سويف الضخمة العملاقة، بالتالي عندي محطتين في أول الصعيد وفي آخره بيضمنوا الطاقة. عملية المحاور المرورية، الطرق اللي بتربط الصعيد بالموانئ في الشمال، سواء اسكندريه، الاسماعيليه، دمياط، هل الطرق بس بريا؟ ده المجرى الملاحي للنيل النهارده وكيفيه تطوير المجرى الملاحي. ثمان محاور على النيل.
المحاور انا اتحدث عن تطوير المجرى الملاحي، ازاي ان من المنطقة الصناعية اللي موجودة في الصعيد من خلال نهر النيل بتمر البضائع بالنقل النهري للوصول الى دمياط، للوصول الى الاسماعيليه، للوصول الى اسكندريه، فاصبحت الوصول الى موانئ التصدير اصبح سهل جدا بالنسبه للمستثمر. المحاور كان لها دور اهم، يعني انا شايف ان انتقال مصر من مصطلح الكوبري لمصطلح المحور ده شيء مهم جدا بالنسبه للصعيد وبالنسبه لكل مصر. لان احنا دايما كنا بنفكر ده احنا محتاجين كوبري نعدي النيل، ده ما بيحصلش. اللي بيحصل دلوقتي في الصعيد وثمان محاور تم تنفيذهم بالفعل، وهناك 14 محور في الطريق وحتى في الشمال ايضا، لم تعد القضيه قضيه كوبري. هناك محور كامل بيربط ما بين مناطق في الشرق ومناطق في الغرب، بينقل الكثافات السكانية والزحام اللي موجود في وادي النيل إلى مناطق أكثر رحابة. لأن الصعيد النهاردة أنا لما بتحدث عنه لا أتحدث عن الصعيد كشريط حول النيل، عندما أتحدث عن الصعيد أتحدث عن امتداد المثلث الذهبي قنا برأس مثلث مع سفاجة والقصير. إذن هناك امتداد تعديني. عندما اتحدث عن الصعيد اتحدث عن الامتداد الزراعي في المساحات المزروعه في توشكا وفي العوينات وفي الفيوم وفي غرب المنيا. هذه امتدادات افق للتنميه في الصعيد بيتم الخروج اليها. صحيح. عندما اتحدث عن الصعيد اتحدث عن اهالينا في نصر النوبة اللي الدولة المصرية بتدعمهم وبتضخ استثمارات لديهم. يمكن ده كان محور التنمية، يعني السيادة الرئيس دايما بيتحدث عن الإنسان والتنمية في الإنسان، وكان اهتمامه بالبني آدم والخدمات المقدمة ليه قبل أي شيء. التعليم كان على محور أولويات يعني كل المبادرات الرئاسية اللي اتعملت، التعليم والصحة وما يقدم لأهالينا في الصعيد علشان يعني أقل حقوقهم إنهم يعيشوا حياة أدمية. أنا عايز أكد على شيء، إن الاستثمار في البشر والحجر وجهان لعملة واحدة، مفيش تفاضل ما بينهم. لأن البنية التحتية اللي مصر أنشأتها خلال السنوات الماضية الذي قام بها مصريين، حصلوا على رواتب أنفقوها لحياة أسرهم في الصحة وفي التعليم وفي بناء أولادهم. إذن هذا التعامل مع قضية البطالة والنزول بسقف البطالة إلى نحو 7.2% من خلال عمالة مصرية، رواتبها ذهبت في الاستثمار في البشر. لكن لما بتابع الاستثمار في البشر في الصعيد بلاقي الكثير من الأوجه، بلاقي في مجال التعليم 3 جامعات خاصة جديدة، بلاقي امتدادات للجامعات الأهلية. لما بشوف في الصحة وكيف أن دخل بالفعل الأقصر وأسوان دخلوا في التأمين الصحي لكل المصريين في مشروع التأمين الصحي. هناك مستشفيات كثيرة جدا تم بنائها من خلال سواء من خلال مبادرة حياة كريمة أو من خلال المشروعات والتوجهات المختلفة في الصعيد. إذن الاستثمار في الصحة والاستثمار في التعليم والاستثمار في الثقافة، يعني احنا تابعنا كيف أنه تم وضع أسوان بناء الإنسان بشكل عام. طبعا أسوان تم وضعها على الخريطة الإفريقية، وكان هناك ملتقيات للشباب الإفريقي في أسوان. إزاي أن أنا بستغل الميزة النسبية في أسوان في الأقصر في السياحة والمشغولات اليدوية في الجانب السياحي وربط الصعيد بامتداداته. أنا عايز أقول إن هناك مشروع لم يكن في خيالنا إحنا كمصريين، ولم نطالب به، ولكنه أصبح واقعا على الأرض بيتم تنفيذه حاليا. مشروع الخط السكة الحديد فائق السرعة اللي بيربط ما بين خط السكة الحديد العين السخنة العالمين، ومن أول محطة أكتوبر لحد أسوان. هذا الخط اللي بيجعل المسافة ما بين القاهرة وآخر الصعيد في الأقصر وأسوان يعني لحظات. هذا طب مين اللي بيقوم بالمشروع؟ ولادنا. مين اللي بيشتغل النهاردة في هذا الخط وبيقوم بتهيئة البنية التحتية؟ ولادنا اللي بيحصلوا على أجور، اللي بيشتغلوا فيه، اللي بيصرفوا من هذه الأجور على أسرهم. فهكذا نجد أننا أمام عملية تنمية متكاملة لها الكثير من المحاور. يعني الدولة المصرية في تمويلها بقى لعملية التنمية، أنا بلاقي أن القنا وأسيوط في الآخر لديهم مشروع للتنمية المحلية،
لدينا الصعيد بنشتغل بمشروع حياة كريمة، لدينا مشروعات متعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وبنستطيع من خلال جذب تمويلات للمشروعات الخضراء أن يكون هناك مشروعات متعلقة بتطوير البنية التحتية، بتحسين معيشة البسطاء، بتقديم المرافق. لكن اللي حضرتك كلمت عنه المتعلق بيه، احنا ناقصنا ايه؟ انا بقول ناقصنا تفاعل اكبر من اهالينا في الصعيد في ما تقدمه لهم الدولة من مزايا وضمانات من اجل الاستثمار. يعني الدولة لما بتقوم بعملية البنية التحتية وبتقوم بمثل هذه المشروعات وبتقوم ببعض المصانع كبكورة للانتاج، احنا محتاجين بقى ان احنا كمواطنين ورواد اعمال، ان انا لما اعرف ان هناك مجمع صناعي ابادر، لما اعرف ان انا عندي مزايا متعلقه بالاستثمار اشتغل. طب يا دكتور، هنا ترد بايه الناس اللي بتقول انه لما استثمر في الصعيد ده العائد بتاعه هيبقى اقل نفعا من اني استثمر في القاهره الكبرى؟ ما هو الكلام ده كان حقيقي تاريخيا، لكن لم يعد حقيقي الان، لان الصعيد وخصوصا في المشروعات اللي موجوده على استراتيجيه الدوله للتنميه بيحصل على مزايا، ومزايا كبيره جدا ما تقلش عن المزايا اللي موجوده في اي منطقه من المناطق الصناعيه اللي في مصر. طب هو كان ايه مشكله الصعيد؟ انه بعيد. ما بقاش بعيد بعد مشروعات الربط اللي موجوده، بعد الحديد والطرق والمحاور ما بقاش بعيد، لانه هو النهارده من يقدر يوصل لمواني البحر الاحمر بسهوله جدا، يقدر يوصل من خلال الربط النهري ليه، يقدر يوصل لدمياط بسهوله جدا، يقدر يوصل للاسكندريه، يقدر. المشروعات اللي موجوده لم يعد الصعيد بعيدا. الصعيد لديه مزايا نسبيه، لما بتكلم عن استثمار معدني انا عندي نحو 75% من الثروه المعدنيه في مصر موجوده في مثلث الذهب. انا عندي الاستثمارات الحرفيه اللي موجوده، كل انواع الاستثمارات اللي بتتناسب مع البيئه موجوده. افق انه يذهب الى القاهره او يبيع في القاهره او حتى يبيع خارج مصر اصبحت الامور سهله جدا مع المحاور الجديده. انا بشكر حضرتك يا دكتور واستاذنك هنروح لفاصل ونرجع نكمل. شكرا. كلامنا مع دكتور وليد جوالة الخبير الاقتصادي. استاذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين وحديثنا مع دكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي. ويمكن يا دكتور عايزه اسالك على وجه التحديد، اللي بيحصل في الصعيد دلوقتي يفرق ايه، والتنميه اللي بتحصل في الصعيد دلوقتي يفرق ايه عن ما كان يحدث قبل كده، والميزه الاستثماريه في الصعيد ايه؟ يعني انا فرحان قوي ان اللي بيتم في الصعيد بيتم بمشاوره اهل الصعيد نفسه. انا عندي في مشروع التنميه المحليه للصعيد كنا وسوهاج، وده مشروع بيتم بالشراكه ما بين مصر والبنك الدولي. جزء مهم من هذا المشروع ان هناك حوار مجتمعي ما بين القائمين على المشروع وما بين المواطن في المحافظتين، بحيث يكون اختيار المشروعات اللي بتتم في هذه المحافظات بالتشاور وبالتفاهم مع المواطنين انفسهم. دي حاجة. الحاجة الثانية، ده الأمر ده بنلاقيه في مشروعات حياة كريمة في كل أنحاء الصعيد. فكرة التواصل المجتمعي، فكرة إن أنا أوصل للمجتمع أقول له إيه طلباتك، بحيث إن يكون شريك في عملية التنمية وفي اختيار المشروعات القائمة. ده من جانب. الجانب الآخر إن اللي بيميز مشروع تنمية الصعيد هو هذه الشمولية، هذا الطموح الكبير. التركيز مش بس على قطاع معين، مش بس على حل مشكلة. تحولت التنمية من يعني منظومة كانت بتتم في عصور سابقة ان احنا بنحل مشكلة. عندي مشكلة في المنطقة دي محتاجة كوبري، طب انا هنفذ كوبري عشان احل المشكلة. تحولنا من فكرة ان احنا بنحل مشكلة الى صناعة تنمية متكاملة بتسبق المشاكل في الاساس. انا لما بلاقي ان محاور العبور بعد ما كانت 100 كيلو قبل كده ما بين الكباري الى ان بتنخفض الى 25 كيلو عن طريق محاور متكاملة، اذا صناعة التنمية اللي موجودة هي صناعة شاملة متكاملة تراعي الخصوصية المحلية وتتم بالتفاهم وبالحوار المجتمعي مع أهل الصعيد أنفسهم، وأتصور أن ده أهم ضمانة من ضمانات نجاحها. أنا بستأذن حضرتك يا دكتور، هنروح للواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد. مساء الخير على حضرتك سيادة اللواء. ويعني هيئة تنمية الصعيد وما يحدث من تنمية شاملة ومستدامة داخل كل محافظة من محافظات الصعيد، بتأكيد في خطة كانت ماشية عليها الهيئة خلال السنين اللي فاتت ومستمرة عشان نشوف التغيير الكبير اللي بيحصل في الصعيد.
اهلا بحضرتك استاذه هدير، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين، وتحياتي لضيف حضرتك الدكتور وليد. اهلا بحضرتك سياده اللواء. الصعيد شهد طفره كبيره في التنميه الحقيقيه والتنميه اللي بتحقق الاهداف اللي كان ابنائنا واهلينا في الصعيد قبل 2014 كانوا قد يكونوا فقدوا الامل فيها. بس خلينا نرى المشهد قبل 2014. تحديات كثيره، مفيش فرص عمل، مفيش تنميه، الصعيد لم يوضع على الخريطه التنمويه للدوله كهدف رئيسي. يمكن كان في بعض المشروعات بتنفذ في بعض المدن المحافظات القليله، مفيش مياه صالحه للشرب، مفيش كهرباء، مفيش طرق، مفيش محاور، مفيش مدن جديده، توسع افقي للزياده السكانيه، فيش يعني حاجات كتيره جدا كانت بتعوق التنميه ويمكن ادت الى هجره ابنائنا وشبابنا. صحيح، كان الصعيد طارد لاهاليه يعني كانوا طيب. خلال 10 سنوات الدوله استثمرت في 3 محاور رئيسيه، حجم استثماراتها وصل النهارده ل 1.8 تريليون جنيه، ده رقم كبير جدا. طب استثمرت في ايه؟ في 3 محاور رئيسيه. دي ربع ميزانيه التنميه تقريبا رايحه للصعيد. اول حاجه هو المواطن الصعيدي. الاستثمار في المواطن الصعيدي لان هو ده المحرك محور التنميه. صحيح. طب ايه الحاجات والمشروعات اللي تمت لصالح المواطن الصعيدي؟ المحطات ميه، محطات صرف، محطات كهرباء، الاتصالات، الطرق والكباري والمحاور. احنا في الصعيد مخطط 14 محور من شرق الغرب النيل، نفذنا منهم لحد دلوقتي 8 وجاري ان احنا ننفذ 6 ان شاء الله ينتهوا قريب جدا. طيب زياده القدره الكهربائيه، احنا يعني زمان حضرتك كان الكهرباء دي اخرها مثلا المركز. ده لو في مركز في المدينه في المحافظه، ده النجوع والكره دي كانت بتحلم بالكهرباء. دلوقتي الكهرباء موجوده في كل مكان وفي كل بيت في عمق 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 نجوع الصعيد. المياه الشرب النقيه، المحطات الصرف، التطور السكه الحديد، يعني الوسيله الرئيسيه لتنقل اهالينا في محافظات الصعيد. السكه الحديد تطورت، محطات تطورت، 46 محطه تقريبا اتطورت بالظبط. معدات السكه الحديد نفسها. طيب الجامعات، تعليم، الصحه. احنا زمان كانت جامعه اسيوط اشهر جامعه موجوده، يمكن الجامعه الوحيده اللي في الصعيد. دلوقتي جامعات كثيره، سواء كانت جامعات من الدوله او جامعات اهليه او جامعات خاصه، دلوقتي كل محافظه فيها اكثر من جامعه، ودي بتدي فرص للتعليم. صحيح. فوق الجامعي، ما قبل الجامعي زياده الفصول التعليميه، التعليم الفني، الكلام ده ما كانش موجود قبل كده. هذه الانجازات لمسها المواطن الصعيدي. طيب التنميه الاقتصاديه، استصلاح اراضي في توشكا وغرب المنيا، وده شق اهم جدا بالنسبه لاهالينا دلوقتي. والصناعات القائمه على الزراعه، يعني احنا مش مجرد ان احنا عندنا خامه زراعه فقط، يعني لا، ده احنا بقى في صناعه قائمه على الزراعات. المشروع العملاق، نيجي بقى للمشروع العملاق وهو مشروع حياه كريمه. ده مشروع يعني لا تستطيع اي دوله انها تاخذ قرار انها تنفذ مشروع زي مشروع حياه كريمه، زي القرار اللي اتخذه في فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع حياه كريمه والارتقاء بالمواطن المصري وتعويضه عن سنوات سابقه. مشروع حياه كريمه، انا هقول لحضرتك نسبه بسيطه قوي بس، مراكز الصعيد 65% من المشروع، 65%، الكرة 63%. طبعا ده انجاز كبير، وده بيعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن الصعيدي. صحيح. اهتمام كبير، زيارات والوصول للناس في اقصى يعني صحيح الوصول للناس في اقصى الاماكن. يعني انا بنفسي رحت قرية الصعيدة في اسوان وشفت الفرق قبل حياة كريمة وبعد حياة كريمة، وقد ايه ده فرق مع الناس هناك، وقد ايه كل قرية بتدخلها حياة كريمة، القرية اللي جنبها بتبقى مستنية اليوم اللي هتدخلها حياة كريمة. وده حق الناس دي، علينا انه نوصل لاهالينا الاكثر احتياجا، ده شيء مهم جدا. والصعيد ثروة قومية لمصر، لازم يعني يعود ويرجع تاني بقوة على يعني خريطة الاستثمار، لان ده مهم جدا ويفيد كل اهالينا هناك.
وتعود كل اوجه الحياه الكريمه لاهالينا في الصعيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء شريف صالح رئيس هيئه تنميه الصعيد، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نعود لضيفي الكريم دكتور وليد جبال الخبير الاقتصادي، ويمكن زي ما حضرتك سمعت سياده اللواء بيتحدث عن ما تم من تطوير داخل كل القرى والنجوع في الصعيد وعوائد وفوائد هذه التنميه على اهالينا هناك. طبعا يعني طبعا انا بقدم كل الشكر لسياده اللواء وللهيئه، لان الهيئه بتقوم بدور مهم جدا لازم نركز عليه ونقول ان دورهم مهم جدا وحساس، ولانه متعلق بعمليه التنسيق. لما بنتحدث عن تنميه الصعيد انا بلاقي هناك مشروعات لوزارة التربية والتعليم بتقوم بيها، ومشروعات لوزارة الصحة، مشروعات لحياة كريمة، مشروع لوزارة التنمية المحلية كبير في أسوان وسوهاج. قضية التنسيق ده قضية مهمة جدا، لأن عملية التنسيق ده بتقوم بيها الهيئة. أتصور أن النتائج واضحة جدا، أتصور أن توجيهات السيد الرئيس بشأن تنمية الصعيد أصبحت واقع على الأرض. حلمنا، مش عايز اقول بقى ان احلامنا اتحققت، اتصور ان ما احلامنا تم تجاوزها، وما تحقق على الارض تجاوز فكره الاحلام. لكن انا عايز اكد يا استاذه هدير على ان اذا كانت الدوله قامت بدورها في البنيه التحتيه، واذا كانت الدوله قامت بدورها في توفير الاراضي الصناعيه، المجمعات الصناعيه، الطاقه، الطرق، هذا الحجم من الاعمال لازم احنا نكمل. احنا جميعنا محتاجين ان احنا نثق في ولادنا. اذا كان ولادنا شباب نحاول نساعدهم ان هم ياخدوا اماكن في المجمعات الصناعيه اللي بتقوم بها الدوله. الاغنياء في الصعيد ان هم يتفاعلوا مع الحوافز اللي موجوده في الدوله ويبداوا يشاركوا في عمليه التنميه. لدينا فرص استثماريه واعده جدا، لدينا حوافز بتقدمها الدوله بصوره كبيره جدا للتنميه في الصعيد. يجب على القطاع الخاص في الصعيد، ويجب على أهل الصعيد أن يكون لهم دور هم كمان مع الدولة، بحيث يتحملوا دورهم في صناعة التنمية التي تتحقق على أرضها. صحيح، ويمكن يعني لطالما الصعيد كان مصدر لكل المبدعين والعظماء في مصر، والنهاردة وضع يعني مصر لكل هذه المقومات للتنمية المستدامة في الصعيد حق لكل مواطن يعيش في صعيد مصر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وليد جبال الله الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. سيب حضراتكم دلوقتي مع كريم رمزي وماتش الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، ويمكن أعتقد لسه الماتش ما انتهاش، لكن النتيجة 1-0 لاتحاد العاصمة. هيكون قبل كريم في برنامج بيت لكل. سيب حضراتكم وشوفكم دايما على ألف خير.